علاش قلت في جلاد؟ على خاطر الحوت زي كلمة تاع نحوت على روحي، يعني نخمش على روحي، لازم نقول في جلاد باش ما نيتيش حاجة على خاطري، باش ما تقولوش لي دويت على روحي يعني باش نطير العين ولا ده. هذا ديما امي تقول في جلاده ولا حاشا من يشمع، القوبشيه يقولوا حاشا من يشمع. امي كانت وقت اللي كانت تجلوني عز تقول لي ساره بخري شويه، بخري الدار بخري. بمت عاد شاب عندي الشجوه كزو وتحط فيها نيودات، ما نعرفش كانت تجيب بمات وتبخر. وانا كنت في تونس وجبت عاد شاب الكل مخبي، ما نعرف حتى شي شيء يعملوا به. كانت اختي الوسطانيه بعتم، كانت هي واخده من دار حبرلة، من دار حبرلة الى قام قوبشيه بهم يقولوا بالعين ويعملوا. احنا بمت احنا نضربوا خبزه ما عندناش العين كلها شتيات. كانت اختي ديما بخت لي تما عنا فرح ولا حدا تاخذ شويه ملح وخلي نسطحوا الكل وتلوح كخا في اللوطه ملح ولا حاجه اخرى. ولدي وقت اللي عبنا الفيلا از خوه ولدي الثاني نادر نادر يذبح حلوش بمات ذبح حلوش وخدا يدو بالدم وحتى افال خاتش تايم ولدي الكبير مشح على خلاش. وقت اللي واحد يتحول الدار جديده بعد ما نعملوا المجوجوت نطيبوا الكسكس، أفل خاطر الدار جديدة ما فيهاش الغاز مجالت وزي ديما نطيب انا الكسكس في الدار تاعي، الفورة الثانية نفورها في الدار الجديدة. هذيك الفورة الثانية ديما تفورها في الدار الجديدة. ولادي الكوليكا اللي تحولوا الدار الجديدة عملت المكاك. كانت أمي كانت ربشة ما حتقول لك خدنا كخا. أفل ما عندناش تاع في جلادو ولا لو. نعملوا راك المجوجوت بوم احنا نسرو المجوجوت وبوم يركبهم بزاف. وكسكس ديما كسكس بزاف كل. حماتي كانت مرا كبيره مرت ربي لوستام ناش ملح ياسر، وانا كنت نجيب صغار كبار ياسر كبار ومجانين باكل. از ديما كانت تدخل لي حطي شويه كحل يبرون الشخور حتى ورا ودنه زوزي و بالصابة تاع الرزلي كانت صرف. از الولد اللي يتولد يعمل له بلاطه كزو بالذهب فيها الشداي. استقعد كل محماتي كل ولد اللي يتجوز تعطيه ديك الشموت شموت كزي بخت الولد. ولدت انا ولدي البكري عطاتالي وربيت بها الصغار الكل. ومن بعدين مشات النخادي تاعي كل ناخد اللي يتولد تقعد حتى الكنه الثانيه تجيب الصغير الثاني وتمشي للعوده بام.